صبحكم الله بالخير. زين خلصنا الريوق تريقنا وعينا من الله خير. الحين عاد ابتدى برنامج المعاياه كلها معايا الحين داخل وين الريوق. عبد الله انك فنان ورقم واحد ولايتي على الله يحفظك. سع والله كل ما فيك زين. ليش تخيل بالتصوير عاد؟ مش اخيل بالتصوير. ايش؟ التصوير. لا يا ريال ترى معرس بعد السلطان ويوزتوه وين بيظهر؟ ما حول ظهره من البيت هذا. سلطان ها؟ سلطان ها؟ ابويا خلك في البيت احسن لك. هي. ما رحت شيء. وجاب الحرمه. ابويا معرس توك ومرتاح. وقول الحمد لله. مرحبا 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 بعوشه. آه ربي يازك الريوق. الحمد لله. فنان؟ ما اسوي غير الزين يا ابو محمد. ولايتي؟ ولايتي رقم واحد. اشكر فنان. ابوي هذا حلي ابو حرمه ما ادري رياله وين محلات قلابيك ابوي هم بقلابي هذا مقصر ها ما الاول ها مقصر متى بيجي الصباح عشان صاله بيجي نفر هذا اثنين يوم بيجي يوم يسوي الصباح خلصت بعدني هذا عم محملن في كل سنه ياشرون للوح هاي صيانه فلك ابوي شو اسوي يا اخي بالبحر هي في البحر حسين انت وين فرح يا بولك هامور ايه ايه ها في المطبخ الهامور ايه انزي يلا شي تبه لا بس خلي خالي شكرا الله يسلمك برد السعودية اسبوع اللي عقب هذا بنصير لا بنصير اسبوع الجاي دبي انزي الاسبوع الجاي بنصير دبي انزين بنصير الخميس والجمعه والسبت برد بجلس يومين وعقبه بصير الدمام حبيبي قريبك شت حاتي تحاتي سيره دبي سيره دبي حبيبي بينا ريال من مصر علي المصري تحيده علي المصري بيجي بيصير ويانا خلاص يلا ان شاء الله يلا باي باي حبيبي شي تبه لا 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 شكرا كنت عايش حق الدار ها فارس شلو مني ايش عندك هذا مالح يا غير مالح شو مالح ضلوع ضلوع حين هذا وقت المالح اللي بيشق الضلع وبيملحه هذا مالح الضلوع سلام على الولاد حط لا 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 حق الولاده 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 ولد لك مات ولد له من ولا هي يا حافظ يا حافظ على شوي بس صافي حط صافي حق عيد بن سيف بس هذه بس حق غدا هي هي ودا موسم الضلع الحين يملح تملح الاسمكه يوم هي سمين ها بي اصبر اشرح حق العرب وحين ملح بلحي غدي يب تنق شو ها شو ايش قال بلح ارميك من البلح ايش قال غدي هذا طريقه شقه هذا كله هو مسوين الصرابي اللي تشوفونه بليما لازم يغدي لك من يملح يحطونه في الظله ترى ما يحطونه في الشمس نحطيته في الشمس اخترب وعقيته لازمها على ما تشوفون جديد شو اسمه تندرا هو بعد من داخل دنجر دنجر دنجريه لون الدنجر هذا سمك من وين جايب انت الحين؟ حضرة منو؟ هذا بيزات لو بلاش؟ بلاش بلاش شو الهلال؟ هاي حضرة من فضي على الفرجان والله الشر والبلاء هذا هذا مال متى النيسة؟ مال يوم؟ مال يوم؟ ما شاء الله الحين ما بيستاهل يا اي والله كيف حيل العيد انا من فوق ما ادري بهي بيقول لك كنت كريم ان شاء الله
السويده ايه الحمد لله حق الغداء قيس الاودان فيها عند البيت تحليله كم قطعتين؟ ما قطعتين الا هني عسير اليوم يسجون من وشوي بس مدح؟ لا جش وبسار سنة حصلنا كم من ضلع وشقيناها من اسبوع ليه خطف لا سويناها مالك هذا رقم واحد ولايتي بيحدثني غير مسج الحين وايد العرب حد يقول هزيل حد يقول سمين لا ما عليك البساب سمين الحين سمين ذيك الهرة 200 وصفة هي مرة انا الاسبوع اللي خطف حصلنا كان يوم تبع شغلته شوه مصروف يا سلام صار صغيره تخلي لو صيطي لكن والعود مره العود بحق مالح لولا يصلح اي والله يخدمون الملاوتب وناصر يخدمون الملاوتب يا حياة غرير يخدمونه ويخدمون الملاوتب والله بناصر السماش ما لا يا ابو ناصر شايف الخاطر؟ نعم الله يطول بعماركم شكرا ابو ناصر هاي الغنية عاد هدية لكم ابتدأت؟ هدية حق المتابعين خليفة من أبغي زوارة سيدي المزيون في دار لن عند ولا بحي اسميك يا اللي ما تطرب ينك ابوي ولا تعرف الحياه ولا تعرف الدنيا صوره سامحوني يا المتابعين ابوي اليوم عاد هذا الغرام وهذا الدنيا وما باليد حيله خاطري اوصل لين عندها واصور لكم اياها حضره بن فرج هذه ابوكم حضره بن فرج للفرجان كلها الموجوده هني في هالساحل كامل شوفوها الاسم محمد فرج محمد مسعود بحيربي رغم التصريح المنطقه شبيهات وضبي ها وكلها شوفوا عاد تدخل السوق اسمك منها كلها في حب الله ابوي ليش عطوه ابوي الترخيص لان ابوي انسان يخدم الفرجان هاي كلها بلاش شوف وحده ما يهبط السوق يودون ابوي حق الفرجان هاي الاف البيوت تتودى من هالحضره الاف البيوت يا ابو كبير سهيلي عيل ما بوقت سهيلي لكن حرام يعني حرق الوجه ما بحر وايد لكن هو حرام لكم هاي الحين جزيرة الشويهات، الشويهات كلها مسماية هاي الشويهات اللي تشوفونها. هذا كله البر هذا من غير المول كله على الشويهات هذه. وهذا الحين اللي يربط بين البر هذا والجزيرة هذه الكتش هذا اللي نحن نمشي عليه. هذه الحكومة مسوت لنا للأهالي. الأول يوم وقت السجين تسجيل ماية. من تسجيل ماية خلاص انقطعت الجزيرة هذه عن البر. فتازم هاي معزولة بأهلها بناسها بعربانها. بس هذا الحين الطيح هذا اللي تشوفونه انتم هذا يا ابوكم تخطف بواخر من تسجيل ماي انا بعد ما تخطف بواخر يعني تخطف لنجات كبار يعني اللي تشوفونه هذا كله هذا مسكر كل مسكر هالمشوه كلها مساجر وقعتن فنان يعني والبحر طايح طايح اغلبية الوقت ماي موي هني ابدا بالكوفة من النوادر تجي لك يوم اقول لكم من سنين الله بندر هاي بندر ها انا ما تشوفون واك شوف اللنج تعود كم كبره بارح شوف هذا مثلا هذا فريج كامل من المحاربه
يا غير هذا فريد قبل حمر عيد يقولون يعني ما عندي خبر يقين لكن 90% انه قبل حمر عيد الهلال بن محمد يقولوا انها فريق قبل حمر عيد انا 90% انه الكلام هذا 100% يعني والله قبل حمر عيد سعيد واخويا كلهم بالله عليك هاي آه يوم يقول لك شويهات شويهات هاي جزيرة شويهات شو ما زينها الاول ماشي الا صندقة وحدة وراعي صندقة يسمونه هو سعيد بالكوري المحيربي نعم روحي اللي يقول غير هالرمز يرمس يجابلني وهذاك الزبوط اكيد انه يا عيال عمهم وعيال خوالهم وعيالهم وعيال عيالهم وكلهم ويسكنوا في هالمكان مزروا المكان على الله يحفظهم مكان ولايتي يعني مكان موقع لا صار قبله ولا ظني بيصير لا في يسمونها هيك المالديف ولا غير المالديف في خاطري لي من قرب اصوركم الزبوت والله تحب الشباب يقطعون له الزبوت يقطعون اليوم يوم مرة الماي طال قراح متجرح الماي تروم توصل لهنا وسافل الزبوت هناك والله اني احيدهم مناجف يميع الهوامير الا وانت واجف لكن في الوقت الاولي في الثمانينات الحين تروح لي ابيلا ما طاع ترشيت لين الشده شو الحين المكان اللي انا فيه هذا عباره مثل الكورنر العود يعني ودور مداره يميع البيوت في نصيفتي يعني في الزاويه هذه كلها بيوت وبني عم وبني خوال يعني حسبتي ما بينهم حيشان الله يبارك لهم ها هاي المريحان والمريحان والمريحان المريحان مريحان ولا هنقر هذه والله دخلنا بيوت عيال عمنا هني اللي تريد زين ابوي هاي حلكم جماعتكم هذا الحين شو ما بين العيشان لان هذا ابن خال هذا وابن عم هذا واهليه وما شاء الله الا الله يحفظهم يدوم المحبه بينهم يا رب العالمين سكنه فنانه رقم واحد الله لا يغير عليهم ويحفظهم ان شاء الله لكم سنين عاد بقعدت ماي ما بين سنه وسنتين الهواك ودنا ابوي هناك بين الحصى الكبار اللي يظهر اللي نشوف الدنيا كلها من تحت اقولكم المكان هذا لهم هاي هالبقعه في السبعينات من 76 77 78 من هاك الوقت وانا هالمكان ما كان في ولا بيت غير صندقه الكور والله ابو محمد قسم بالله العظيم ما ادري منخس ولا يسمونه الاول كوري وهو اللي عند بيت واحد صندقه وحده حيدها وتي العالم كله شوف الله عليك حد في الدنيا عنده هالمكان ها شوف الله عليك يا سلام سلم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا انا مصور المكان هذا بيت فلاحي وانظر ولا ارى غير عاد المتابعين لي داد اللي ما شافوا ممنوع مسموح علما بالله مغرب العاده احب محمد انا شو بقول لكم عاد الحين الماي مره ثبر لكن يوم تسجيل ماي تسك الماي له تغدي الدنيا هاي غبيب شيء فنان منظر الماي قراح لكن ما بقراح وايد يعني خفيف على ما قالوا يوديك لين ورا فوق ليبل هذا شيء طريق يوصله الموتر توصله السيايير الحين يا ستر الشهلال كان بيطيع يوديني اصور لكم نحن ياسين ويانا قدا هذا ابوي ميوبلنا من عند عرب هاي نيرة هذه نيرة عصيدة سمك اسمها الأصلي نيرة وهالنيرة على الله يحفظكم يا ابن هالريال هذا من وين من مطرشه النيرة من عندهم ثاني القمزي نيرة على الله يحفظكم مطرشه من عند ميتها بنت ثاني الهاملي ودفع الله شر والبلاء عنها وطالع عمرها ما قصر ويانا الريال هيا ابنها وعزرنا عليه لبى يتغدى عندنا ونحن عاد غدانا من غير هم رقت شوف الله عليكم طيب وزين انا معاذ الظاهر من عندهم لكن عندهم هني وهذا خالد مرحبا استاذ مشكوره يا ام ثاني دفع الله الشر والبلاء عنك مشكوره على على على, على هالخدمه الفنانه والحين عاد بنعطيك التقرير كامل اذا تبالي ماخذ صافي لا يقول لك النيره هاي هي النيره اللي ما عرف زين والله يلهام لي يا مثاني يني دورت هي فيها من المناقيد ما لقط تعرفين انا اول ما ادور على الشيء الغلط ما لقطت كان ريتي ينقد على كل حاجه انتبه شيء فيه
والله يا ابوك ما فيها من المناقيد ما تطير به الذباب علينا احنا. كل ما فيها زين. كل اليوم من يانا شو تشتهين مرقة هامور وشعري مشواي وصافي مقلى وصافي مشواي وهنا قبقوب يا هي دنيا وعشان ايه سارة يا رب البيت والحرم كبا نطحن اللهم لك الحمد سدك انت الصافي ايه حافظ هذا الشعري هالعود حبوبية ولحد يسكة ولحد يسكة اها اي محمد بن عبد الله تحمل ابوي الحرمه هاي الحامليه اللي مطرشه اللي مطرشه العصيده لها مغزى هبل اخذوه غلو لازم تعرفون شو السالفه ام ثاني ام ثاني تعرف ان النييره ما بكل من لو كل من ونير ما تنفي الوادي شير فمن اصعب الطبخات النييره هذه اللي تشوفونها اللي هي عصيده السمك الحين الاسم المتطور عصيده السمك لكن اسمها الاصلي نييره ألف بيت يمكن بيت يخدمها وتشيخ يوم موسم الكنعد العودة تشيخ يوم موسم الكنعد العودة تشيخ عادي هي الكنعد الحين انت من بن حليس لا بن يلوى انسابك بن حليس ولا لا خوالك خوالك بن حسين الحليس وانسابك قمزان يعني انت حين منصوري وماخذ قمزية يعني بري على بحري حافظ عليك أقول لك إنك بتعرس بتأخذ جديد ولا؟ آه بالقمزية لا. ليش؟ قمزية شيخ القمزان هذا. أشكرها إنك. حرمة هني من قربنا ما تبه؟ لا. حمانة نازل عن بنت عتيق. إيه الله يحفظها الله لا فرق ما بينكم. هاك اليوم صدناه في الحول هذاك شعري لبناني ولا هذا أبوي الشعري تشوفون الشعري الياسي ها شوفوا راسه كم كبره كبر الشف شفتوه بالله عليك ها شو ها. هاي يغني بعد ها حرام انه يغني من زينه من ان الموسم كل سمكه الحين هزيله غير الشعري ها شو ما تشوفونها وين يا وين يا وين يا هزيل ها شوف شحمته السلام عليكم شوف شو لندوي حرام انها يبن غادي والقبقوب ابدا يا غادي تخرفش من زين ها شوف والله عليك ما زين ابوي نحن ما نباك مالك رخصه بنرمس وياك ممنوع تسير الحين وين جاي وين جاي شو اللي بقى انت جاي منها؟ يا من البراكه والحين بتسير راس قميص نعم ما بمرخوص اللي عازمينك الحين يسمعونك ويدروبك انك بتاخر الله يرحمك بغيناك ايش عندنا هني مطعم الله يرحمك الحين يوم ثاني شراي يوم ثاني نحن بوي ما نبغى يوم ثاني يوم مايا لا ترخصين هذا نسيبك نحن نبغى يجلس عندنا الله يرحمه يجلس يا ولد الحلال الله يحفظك ويسر امورك سلم على ام ثاني كثير السلام اقول لك عطها رقميه عطها رقميه عطها رقميه عط الرجال رقميه عطيه الوالده ان شاء الله عبد الله حال كم ثاني؟ بخير الله يسلمك. كيف بياض الويه؟ بياض الويه هالنييره لا عسمة يمنات. الله يسلمك. ها؟ افتكيتوا مذكوره على عسمة يمنات على هالخدمه. خدمه لا صارت ولا استوت. سلموا على الكبار والصغار. مشكور يعني ابدا خلنا على تواصل حبيبي رد السلام لا خليت منك يعلك حفظ الرحمن كلهم نشوا وانا ابوي ميلس لان ابوي هاي ليوز اللي هاشول بيجي باتها كم صارونها حفظكم يوم يقولون اللي يبي يرجمك يدلتمك الحين نحن في الشويهات وهم في براكه الحرمه هاي وين طرشت الغداء ثاني ولا بيني وبينهم اي تواصل ولا معرفه ولا علم ولا خبر غير صيت السناب يوم اقول لكم هذا السناب يجرب لبعيد سبحانك يا في صله تقارب بين الشعوب والفرجان والاوادم والقبائل والناس والعرب من شرقها وغربها بحيث انها خاصتني بهالنييره النييره مخدومه في وين؟ في براكه ومتغدينها في شويهات هي لا أعرفهم لا من باب ولا من سبعة السناب اللي عارفهم ما بيني وبينهم ويبون يراووني خدمتهم في النييرة
اسميك يوم ثاني خدمتي ورميتي وخدمتنا تبيض الويد فعلى الشر والبلاء عنك وعمنا تحبين ويعل عمرك ان شاء الله عمرك عيب النبي. قالت عاد حق راي البنت اسمع يا ولدي هذه ابوي طبقه الحراره مات النيره ودها ابوي شويهات ونقع صاي خالد في اي بيت يالس بتلقط بيت واحد اسمه مرزوق القبيسي تخبر وين بيت مرزوق وسر لهم ود له ابوي على الغداء قبل ما يتغدى قام ينهى ابدا وصلت قبل نحن نحط صمات الغداء وهي معالي روسه مشكوره وما قصرت عصيد والله بياض الوي. هاي يمه شو تسوي؟ عطاني العصيدة هاي اللي مطرش لنا حق خالد الخالدي. هل كنت بطرشها على السناب حق ربائي وبحطها على الوستاب بطرشها. طالع ابوي ابو محمد شوف من وياك اتحداك طالع طالع الريال وين يشوي النيسر قال لا اتحدى الخالدي اليوم ابو 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 ها ابو محمد مو بس اللي انت تاكل الفلفل هاي العصيده ها مسوي لنا اياها ها طرشينا خاصه من هالبضبي
السهيلي بالطباب، السهيلي بالطباب خف يا غير شويه فيه شيء حروره، يعني شيء حروره بيصير البحر، اللي بيصير البحر الحين الله يحفظكم. شوف انت تمشي الحين السياره هتكون مفروض تكون غبه في الساعه 11 في الليل، غبه غبه الطراد. يلا يلا يوصل هنا. اقولكم سبحانك يا رب، اقولكم شفتوها لي الزرح انت اللي صورت وياهنا الحين، العود من هنا هذه هي اللي يسمونها ام الكركم، عود هاي عود عود يعني تقريبا يمكن اللي في بطنها شرات الداعبة، داعبة هي يعني مدخل واحد للبحر لها، وتسوي سمك والله بياح ساعة بطنها شرات الداعبة، هاي هي ام الكركم، واللي عاليها هاي ام خورة، هاي بوي مكان خاص للوه. تي الاول لنشات تقص من السماد تغدي ابدا، السماد اللي فيها امخوره هاي حجمها كبر مدرسه ثانويه من الاوليات ب 20 مره حجمها، كبر الشعبيه ومكان محميه خاصه للوه. يا غير ابوي الاول سنين الاوليه يجون ابوي يقصون السماد منها، السماد يمزرون لنجات، ونحن ان شاء الله اذا رجعنا من الحيين بنصير اول بادي بنشب كان شيء شيشات ولا شيء نحصل له دام، وبيكون عشانا في الحاله هذه ما يندر عنهم. وين ابو محمد ابو عبد الله بيصيروا في حارث ولا في الحارث يا عثرتنا؟ ما شد ودم ما شد ودمنا هذا حارث. انزين ايش عليه؟ ما شد مشكله. شفت اسمه بس روح يسوال البلاد. اي حافظ لا حارث البحر. اي اسم اسم على مسمى، اسم على مسمى. كفو 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 حارث، كفو حارث. ها متوه شي سمك؟ يا ولد الحلال والله ما كسر مكنه حارث الا على الفاضي. يا اخوان لا الفريد، يا اخوان لا الفريد، دعت الله يلا اخوان لا اخوان لا، ادعونا بالصيد الوفير عاده عنه وقت قدام. صير بنياس، جزيرة صير بنياس يعني الله يغفر لمن عمرها وبناها دب الحياة، أكبر جزر الدولة وأخيرهن والطبيعة ومحمية وبلاد رضوان من الله عليها، فيها القصور والفنادق وخيرات الله كلها، فيها ليبال وفيها الحديقة الحيوان وفيها الفنادق الفايف ستار وفيها كل علم وكل خبر، وفيها الدلافي وفيها السمكان اللي شيء يعرف وشيء ما يعرف. اها ممنوع ابوي حد يقربها بربر قدام يا تراها، قلنا لكم محميه، ممنوع ابوي ثم ممنوع ثم ممنوع حد يقربك يا ابن ياس. اها دنجر 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 ابوي. هاي على الله يسلمكم. الشيب الشيب يدور يعني من الصير ان شاء الله في جشه شيء جشة شونات ما شيء زود الطيور، لكن أظني مكانها جشة عرف هذا. هذا العود هذا ما شاء الله عليه، خلي مكان ما يدله، ما يخلي مكان ما يدله ما شاء الله عليه. زين الحين بخبركم شو طريقة سيرتنا، وين وين كنا وين وين لقي 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 عقو هالمحايا إن شاء الله الحين بيبلع هالهامور. بيك واحد كبر حد من العرب. أقولكم الحين اشتلينا الحين شويهات لين وصلنا مغرق اللي صورت لكم اياها قبل شويه تقريبا لا شو ثواني حوالي 15 دقيقه او شويهات لين مغرق، وين الفرضه هاي اللي صورت لكم اياها تقريبا 15 ميل بحري يعني ما يقارب 20 كيلو. زين ومن الحين المكان اللي وين الشيب هذا تقريبا من مغرق لين هني
يمكن 5 دقائق لو 10 دقائق. الحين بنحرك من عقب الحين بيشبون شوية بيصيدون لقدام. هذه مثلا الحين هل تشوفونها هاي هي مغرق زين، وهذه صير بنياس، وهذه حالة يابر اللي الحين بنصير بكم جداها. وين حالة يابر؟ هاي البياضة شوفوها، هاي حالة يزير كبر مدرسة ثانوية بخمس مرات. أول بادي بسير جدا حالة يابر، من عقب حالة يابر حالة أم خورة، وعقب أم قصار، وآخر شيء أم الكركم اللي نحن نتعش. إن هالحوال ولا وحدة منهم مأهولة، كلهم بمأهولات، بس يزيرة تصير بنياس اللي فيها عرب فنادقها ودنياها ومطار فيها الحوال هاي مش مأهولات، لأن يجونها الكشات يعني لي بيتكشت يمسي يوم لو يومين لو عشرة. بعيد من بوظبي لين شويهات 3 ساعات، وعقب من شويهات لين الحوال هاي يبغي لك بعد ساعة يعني. لكن العذاب منه العذاب الحلو يعني، عذاب حلو يعني. هي وين بتصير هاي ابوي سموها هي هاي البلاد ترى شوها هاي المالديف مالنا ابوي يعني. بس المالديف الحراره شويه هي نعم رايحه زينه. بلدي وان جارت علي بلدي وان جارت علي عزيزه واهلي وان منوا علي كرامه. يارك الله يارك الله يا ابو عوسه يارك الله. ما ادري بلاي باغم بيفضي تليفونك زي عليك بار انت. انا جايب بطاريه باور بانك جايب الله. هذه اللي يقول عنها حاله يابر يا حاله يابر. ترى ابوي ما بقى 3 مدارس يعني مدرسه واحده تعرفون عادها. انا مبعوده وايد جاي ينهلك ودي لك ابوي انا اعظم بنزل الحالة ولو بتبلا اثنين انزل انزل صور براني ينزل هيه انزل صدق والله انزل يلا 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 في مال الله يلا الله يحفظكم. خلوني انا في هالحالة روحي هاي مكاننا. هذا مكاننا العام تدينا نحن هني ورينا ضوء اشتاء عشينا وبقينا والله. لكن على شو كان تصيد هالقبعه؟ ما كان شيء يصيد ها؟ اوها كان هب ساحره ثلاث بيت. بسم الله بي اكبر عليك. هذا الحين المغرب الماي الصك لين هالمكان يسمون العاف. صك العاف متى؟ الساعه 2 ولا 1:30 في الليل الحين. اعتقد هذا معمل حد خليني اظني في حب الله اللي يستعمله اكيد في جنود ما يخلونه خالي. لكم ها خلونها للي كشاته لانها سامان بفراش بعلم بخبر يحافظ عليه يحافظ عليه ولا شياته يستعمله من يخلص ابوي يسكر الصندوق فيه الفراش وفيه العلم وفيه الخبر يحافظ سناح وفيه مداد وفيه طريبيلات منقير وضلال وشيول ويميع له شيء فيه. جزاهم الله خير. بعد فيه يعني ها اللي بيجيب ويا ويلس. ما زين هالحالة. من حالة يابر لين صير بنياس اظني ما يقارب يمكن تقريبا 5 ميل او 7 ميل بحري. والماء في كل حالة بتلقطون لازم طرمبة ممزورة ماء يخلوا حد يهلك ولا يلايث ولا شيء مستوي عليه خير ملي شر لازم يلقط ماء. ها شوفوا أخير اللي بخلي هالطرمبة الله يرحم والدي. في ميزان حسناته إن شاء الله. ما زين المكان هذا شوفوا ما زين العرب بتي لك بعيد يا أبوكم بالنسبة من بوظبي بعيد من بوظبي بيي لازم يكونون يزوه وايدين ما بلين فرم فرين ويوم بخيامهم مكاين كهربهم وما فضل عنهم يعني لازم من اوادم البحر بارد بارد. ما زينك يا البحر ما زينك.
حالة يابر ما عليها طيور، وشوف التعادل يوصر كل ابوي هناك وين ام الكركب. ولا مقصار له ريج ما يخالط اللوه غير الخصيفي، نعم خصيفي يخالط حن في الاميه واحد ولا. حين عادها بتغبب شويونه، بتغبب الله يسلمكم، اتبرد بيني وبينكم لبجي ينبي من الحر يا غير شي يعني. بس اللي يميز بحر ابو ظبي جليل ماي غادي مدلخ، جليل يوم في الشمل والهمويات تي شويه تدلخه، غير اغلب وقتها النمونه صار. ضكوا ضك البر عاده. هذه مخوره عاده، وها مبني باني فيها ابوي صندقه بعد الكشاته. ما زين هالبقعه، بقعه فنانه نفس الحالة هاي، لكن هذه أكبر عادة. ومن مخورة لين مقصار لين أم الكركم مرة ما شيء يشاوفن. أبو روجة شو الأخبار؟ خير وسهلا. لومك جو بارد رقم واحد 15 يا رجل، خف علينا على هالجو. عاش ابو عبد الله، عاش ابو عبد الله، مرحبا مرحبا. هاي ام الكركم اللي قلت لكم فيها خوره من داخل اللي فيها الداعبه، شو زينها. عاشوا عاشوا الشباب عاشوا، يلا يلا كلنا الليل كلنا الليل، شو زين هالمكان. الله عليكم، شوفوا شوفوا الصر حليهن عادل، الحين انزعجن شويهن تراهن. هذاك وين ويهه، شوفوا وين محمد الحين ساير، هذاك ويه الداعم، وانت ساير وانت ساير. نزلكم انا الصوره من قبل، ها من كبرها بلاد بلاد يعني، والله لو يسوى فيها مشاريع بتغلي وحدها من اخير المشاريع. شوفوا الطيور، راشد هذا ويه الدعبة، هذا ها اللي قدام ويه، ايه هذا الراس، وانت داخل ها شوف، وانت ساير وانت ساير، ها شوف بلاد من كبرها من داخل. ما زيد منطقة عليها رضوان وين يخوض راشد، هذا هذا المدخل، هذا المدخل بحر محزم لو ركبه، بحر ركبه ها؟ اي باخوض وياك سمت، يلا يني القبقو. شوف المنظر ما زين، اخ عبد الله بن مرزوق محمد بن عبد الله. عاد في كل مكان من الحول واليزر شيء بسيط مبدأ، لكن اللي الحالة هاي بالذات اللي هي ام الكركم فيها صنادج كبيرة، بالذات بالذات ام الكركم. شوف الصنادق اللي فيها، اسوي الحين زوم، يلا يلا على البينه، شوف وين الاشاره الحمراء مال المحميه، ما ادري شو مكتوب عليه، صنادق كبار بحجرهن ودنياهن، واللي يبى اي ابوي يخيم ويطابج ويبات ويقيل وعلى هواه. اليوم اقول لكم ام قصار، هذه حاله ام قصار اللي ام اللوه، هذا شوفوا البياضه اللي فوق تقريبا 6-7 امتار كل ذرق لوه، الله يعز عليكم السامعين. ناس التعاني الاول اللي يبدل سماد اللوه، يقصون قص، يبون عمال بعتل وشياو اللي يشتغلون 3-4 ايام ينذرون لنجات، اللي قابض ابوي عتله، اللي قابض شزمه، واللي قابض ابوي ابدا، هيله بيس قص، هيله بيس قص. شو ما زين هالمكان، طلع عليكم. وايد العرب تقول شو هالخيمه هالحينه، هاي الخيمه على الله يحفظكم في اول الموسم، اي ناصر بن عيد ولد عيد بن سيف اللي صورته، عيد بن سيف وتقوم الحادومه، ولده العود اسمه ناصر على الله يحفظه، هو يبني ابوي الخيام ويعدل المكان في اول الموسم ويخليهم في حب الله، اللي يبى كل موسم يخلي خيام كاملات،
بسنحاتهن وصنادجهن وكل شيء، حتى الماء والقدور كل شيء يخلي فيهن. اعتقد عام الاول، عام الاول يعني الله يحفظكم، يينا نحن مجموعة كبيرة تقريبا 4 أو 5 بوانيش ويعينا بعض ضيوف من هالقطر يعني الله يحفظهم. ابوي بندرنا في هالمكان اللي تشوفونه، شفتوا وين الصنادج اللي تشوفونه هنا؟ هناك خيمنا 7 أيام، 7 أيام حوالي 30 أو 40 آدمي. انزين الماء وين؟ الماء، الماء انا بخبرك بسالفة الماء. ها كم اقول لكم قبقو؟ ها طلع مقدرة. بلاده. ها ها من يسمع لغاية؟ مقدرة. انزين نرد على سالفتنا. انزين وقف الماء، وقف الماء على الله يحفظكم، تبي خليني ارمس عاد الطيور؟ ما في هزاغات. وقف الماء. انزين وقف الماء على الله يسلمكم. شيء جزيرة عالينا اسمها جزيرة الفطاير، جزيرة الفطاير تعود ملكية. هذا ابوي حد جاي بعد، حد جاي. ها 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 طلع عليك. اقول لكم جزيرة الفطاير تعود ملكية سعادة عبد الله المسعود. سعادة عبد الله ابدا والله. وصرنا الجزيرة ومن طابقنا ولن ابوي جميع العمال والبشاشير بالاستقبال. تحراهم مستعدين لجيتنا، حد مخبر انهم النبني وهم حد مخبر انهم جايتنهم الاوامر من سعادة عبد الله المسعود. اي حد بيجي، اي حد ولا اي حد بيجيكم في قيض ولا شتاء ويبى المساعد ما ولا يبى يبات ولا يبى يقيل ولا يبى اللي يبى. شوفونه ترى عشتي عشتي اضيع عش دمي. طير اسمه طائر الدمي، عود كم كبره، كبر شفت عداله بس حسب تشوفون حجمه، شوفوا مكبره، كبر تانكي 3000 قلن، شوفوا مكبره مصغروني. المراد اكملكم السالفه وابدا، ولانهم يرحبون المهنده مذهبين وعاطينهم ابوي اللوام اللي بينت، ولانهم جربيبنا وحليلهم تحرب بينا وبينهم معرفه، ولا يعرفوننا ولا نعرفهم ولا شياته. قال ابوي نبى ماء، ابوي شيء هناك ماكينه تحليه كم كبرها. قال ابدا استريح ونحن ابوي بنعبي لكم الماء. مزره ابوي الطرمبات لان احنا جايبينها كلها. قلنا ابوي يوم تبون ما مالكم الا تعالوا واخذوا الماء اللي تبونه بدال الودي 1000. صرت ابوي من زاد ولا من ماء ولا من راشن ولا من بترول، حتى لين قيس البترول والديزل موجود عندهم. بحب الله كله. صحيحن الطيور احنا ظني بني ارقدن ومستاذيات مني انا يا عقايل الله. شحال ادمي اللي جايلنا في بقعتنا ما دلنا ودا. يلا ابوي ان شاء الله صبرا صبرا علي صبرا. فالكم طيب الحين بعبر البر الثاني. هاكم ورباعتي. هي يا رك الله صبر سعود بتعبروني البر الثاني. سعيد متى جايين؟ متى جايين؟ تونا والله جايين من السير كنا في قشه. ايه جيتوا قشه؟ ايه ما شاء الله فيها رحاله؟ فيها والله طرادين هنا. والله ما عرفتوهم؟ لا والله ما عرفت. حق منو ذاك تير؟ حق مرزوق؟ ها؟ حق مرزوق؟ ايه ترى اصقع أيوه. مرزوق اصقع. ها؟ لا اصقع هناك في البيت. ما يسمع يا اسنا. اقول لكم رد على السالفه هاي، اقول فيلسنا تقريبا اسبوعين لو 10 ايام كل من عبر عنا الماء سرنا الفطاير. وطاير جزيره فيها الفلل وفيها الميالس وفيها الخير وفيها الحيوان وفيها الدبش وفيها العلم وفيها الخبر وفيها الجزر اللي وايد جميله يا غير ملكيه خاصه يعني مش عامه لحد معين للعرب كلها يعني الخيم اللي اقول لكم مسوينها ناصر بن عيد مسوينها بهبله هي وكم خيم لخنيه الهويات شلتن هاي اللي قاوت فقيره واللي هي ترى نظفت حتى وخبار يجيب العمال وياه ويازمون ينخلون هاي السيفه تشوفون هالسيفه ينخلونها بمناخل كامله من اولها لين اخرها ويسوي لهم اول ما يخدم هالمسيد. ها
مسوي هالمسيد الفنان ها هذا المحراب هاي عليك هذا مسيد ناصر بن عيد هذا مسيد ناصر بن عيد هناك بريجر معايا هذه سكنة والسكنة وين قلت لكم الثانية اللي هناك وين الصنادج البيض هاي سكنة ثانية هناك عاد مرة زهبات الصنادج اللي يبقى ينظفوا هذا وبات شي ابوي شفتوا وين المربع اللي هناك شي ابوي عمل كامل صندوق كم كبره الغواري القواطي الحليب قواطي العنب الزراعة ابوي تقاوي على العيشة تعيش على رطوبة بس ويابها والله وزرعها لكن ما ظني بتعيشها والله لا والله عاشت ها عليك يا ناصر أظني أمسات هذا يوم المطر يتنرش سبحانك يا رب وين حين وين حقنا نحن وين حقكم أنتو هذا العود لنا نحن وهاي الوسيط لكم أنتو يلا يلا غايت 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 عندنا مرزوق أي واحد هذا العود لا هذا نحن صايدينه أصغيروني صايدينه مرزوق يلا 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 لفوهن لفوهن أبوي حملوا عاد عن الرمل عن الرمل عن الرمل يا ويلة درب ملح ملح هذا على حلة يلا نعم بابا في ريموت بيتاكا ريموت يلا خلاص ايوه يا ركب الله بسم الله الرحمن الرحيم قمطوه على هالحال ما يباله وقت وايد سمته طريه حق كنا نحط السمك الصغار السمك الصغار حتى خمس دقائق ما يبان داخل متشي اكل بس عيش والله يا محمد بن عبد الله ينك انت تعني ومصابه ساعة نخمطوهن هوامير نخمط أنا بوية في هالميمار اللي عليه رضوان من الله أنا بوانا حتى الضوء عليه رضوان من الله يحبوا بياهن حصوي في عطا وين؟ هذا هاي الصاغي؟ هي حبوا بياهن وبجش إيه لان البدع لا شوف هالشعيري صغيروني هذا ترى هنتين والشعري حقي زين ها شعري وها صويفيات بنتين هن زين طلع عيدين زين والله زين ابي اطبخ زين لما تشوفهم بتعيون على سن الباري ما مال مناكب 100 مليون دافع له منو ها ها ابويا شو ما زين الا القمر سبحانك يا رب اللهم تعالى جماري ما زينك يا القمر شي رطوبه والله ما شي هالجو الفنان وهالويوه الفنانة حدي بقاوة يلا حد ولا انت يا سعيد ما شاء الله تبارك الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شوفوا يا حافظ يا حدي دوامير ويلقات تحت ايوه شي يعرف وشي ما يعرف ابديحات وصويفيات وهو ميرات بيجيب مشعيري شوف اقول كل ما تشتهي النفس الله سلامة السلطة هاي سلطة البحاحير بدريا بدريا السلام عليكم ما يباله تحريج شوي شوي سبشيت غادي السمك الترفه مره هنا ها انا ما تشوفونها الباب ما كل حد الطب ذاهب ترى شوف صافي ها هي حقتي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شوف السمن ها شوف الشحم شوف الشحم بالله عليك يوم يقولوا مبسمين ها
حبة ريحة المشواي وريحته خنينة خنينة محل ريحته. يا حافظ على ريحة المشواي ما برمناك في الظلمي لا تبند الليت ولا عندك خبر. الله يا مرزوق انت اسكت يا ريان زوين الليت اللي عندك. ولا طاع يصير ولا فيديو منهن ما شيء رسال. شبال عندك شو ها؟ يا سلام. كان عيش ابوي طالعة وكان هامور وكان سمك. اه يعني ها شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الوادي خاطف من الطرف لا اله الا الله. نعم خطفة وادي هذه. ولا خل نسيبك كسارة تسيب بن درويش عاد هناك. معايا ما نودلها هاي ماشي هيلة بيس معايا ولا عاد هذا عبد الله كلها معايا حياتك كلك هاي العرب في كل شيء في كل كبير وصغير ما شاء الله ما شاء الله فالج محا سعيد ساعتين ونص لا تلوم مضاري خي السمك هم من الحين هم ما بيكون لا والله عين الهامور من داخل شحمت يا سلام هذه عين الهامور يا ابوك ابدا يا غير عين مرزوق. هذا ابوي على اساس ان المكان اللي توه شاوي في الهوامير وطابخين ونافيه ما مر ولا ضر. شوف هالنمون الواحد يوم بيطلع لازم ينظف كان ما حد يا هالمكان ابدا. ها نظف معدل هاي الشبوس نخليهن اللي صار واللي اياها طعم كم هذا تشوفونها الكتره نشيلها ويانا لازم ابوي اللي يزيره نظيفه وايد لا ما نخلي شيء ابدا الا نحب العرب خلصوا متكشتتم وخلوا الدنيا كلها خياس وما فضل عنهم ودروا وراهم وركبوا طراريدهم. المفروض من تخلص متكشتك تلقط ما فضل عنك وتحط ابوي في خنطه رادك تعق ابوي هناك وين هالبلديه هي وين يلقطون الكشره شوي هاك وحدو هنتين وحدو هنتين ان شاء الله بنوصل. والله مي ما تصير صبعك يا جماعه حشرتونا من هالمعايا الا الهاي بوت الا الطراد الا حشرتونا حشره والله مشكور يا ابو عبد الله على هالرحله الفنانه يا ابو محمد انت اللي والله مشكور يا ابو عبد الله ما يبين عندك مشكور هذا بكبرك تبين لا كشف هذا في خلينا نشوف ربعك عبد الله ان شاء الله متى شيء رحله ثانيه متى نكررها وقت ما تبقى ما نبغاها تكون سيره يتيمه عقب رمضان والخيبه ايه خلاص ليش زين متى السير اللي جاي ابو عبد الله والله ابو محمد عقب رمضان افضل حق وينك حالي. وين رمضان قال احسن الله عزاك فم عيال قال بين بيت اللي عبد الله يقول متوصف قال له بحسن الله عزاك بم عيالك قال بين بيت الليله ما في صبر هو لا ولا لك رخصة تسري في الأنصاف الليالي ورفجة الحيين والميتين نعم إنك ما تسير إنك تبات تصبح الصبح إن الله جعلنا من الحيين وتسرح من عقب الريوق مشكورين على الرحلة وخلاص لا 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 لا, لا, لا ما لك رخصة أبدا صبر منظر العريش في الظلمي عادهن الجماعة كلهم ضاربين عليه ليتات طعمة زينة هذا ما بعريش هاي يسمونه مسقبي مسقبي غير الغالة انزين شو شوف الغالة ظاهر في الغالة ما بظاهر ابوي في الغالة كتوف انزين شويون عاد ابوي سامحوني حبة خلا سبح وبدهج عن هالحلق وهل يصل اللي لا يصنف ويهي وسامحوني بالنسبة اللي نزل الافلام سمونها الفيديوهات شيء قبل وشيء عقب هذا يوم وصلت عاد شيء نزلته الحين وشيء من اول ما دخلت الفلة البيت عازم روحي اساس شيء تلخبط شيء نزلن قبل شيء نزلن عقب بعد زين اخير عن الاسبوع ليه خطف كل هنسة اشتلت الحمد لله يلا بتلبس بعي من الله خير بخلص وبرد يمكن نسير مي لسبب علي سالم كانهم جالسين انطالع كان شيء تصوير ولا رمسه برد بنرمس خلاص